ما تشكش باللي اليوم المغاربه فرحانين وكيعتبروا انفسهم داكشي اللي كانوا كيتمناوه وقع لهم الحمد لله. ان هذا اليوم هو يوم فرح وسرور عم الوطن وعم المغاربه. اليوم الحمد لله الشعب المغربي جاز حزب العدالة والتنمية بالتصويت لصالحه بكثرة. لن أدخل معكم في تفاصيل النتائج، وعندنا نتائج محققة لي على الأقل نصف أظن الدوائر دون الدائرة المحلية الدائرة الوطنية، ولكن وهي كلها إيجابية جدا. في بعض المدن كانت حصيلتنا 6 نواب برلمانيين على 8، في مدينة سلا كانت حصيلتنا 3 نواب برلمانيين على 4. كافة وزراء العدالة والتنمية لحد الآن معلومات اللي عندنا أنهم نجحوا في الامتحان. كافة أعضاء الأمانة العامة نجحوا في الامتحان. الشعب المغربي اليوم كسب غير مسبوق، أثبت أنه شعب كبير، أنه شعب عظيم، وأنه يستحق أن يكون في مصاف الدول الديمقراطية، وأنه إن شاء الله الرحمن الرحيم سيستكمل مسار الإصلاحات حتى يكون من الناحية الاقتصادية في الدول الصاعدة كما قال جلالة الملك. الحرص على استقرار الوطن وجعل مصالح البلد فوق أي مصلحة أخرى، والوفاء للمؤسسات وعلى رأسها المؤسسة الملكية، كل هذا عملة تعطي نتائج إيجابية، ولله الحمد تبينها هذه النتائج البرلمانية. Thank you.